كان في مرة طفل صغير عم يلعب بالحارة عم بيفتش ع خيطان طيطير طيار. شو نديروا هذا؟ خيركم شو نديروا؟ كدروا في الطريق كدروا في الطريق كنا بقى في حوشكم شوف كيف يتلمس هاتوا ديكم مش قلنا نخليكم في حوشكم باش تفهموا باش هاي شو نديروا خيركم لا باي قلبة سكرت المندرس ولينا انتهى في الطريق هاي نرجعكم من حوشكم ارفع حطوا كمامات ونخليكم في الحوش باي هلبة سكر المدرسة دار للطريق باش تفهموا باش بكوين أم كوين خليكم في حوشكم السلام عليكم ما كانش في صغار يلعبوا هنا تو ايه ثم مسؤوليات لهنا لازم طفل صغير بالكره طفل صغير يسوق فيها خطه بتاع 10 صغير ولد صغير عمره 6 سنين 7 سنين هكاك اشرحني ما فهمتش مسؤوليات كانوا هنا جاء طفل صغير عمره 7 سنين هكاك في الزونه هذيك ركب كهرباء هو اللي يسوق في الكره ولد صغير يسوق طفل صغير يسوق في الكره احنا سياره لعبه كهرباء 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 عدي فرمية باش السواق يسوق فيها طفل صغير جاب الكهرباء حط لهم جيل وهزوا في الكهرباء جيل شنو؟ جيل تاع شعار الكول جيل الكول تاع المرض ما هو علاش رفعهم ما قالكش علاش رفعهم قال لهم عملهم عشان تلعبوا لهنا مرض كورونا ولا شنيا وركبوا ركبوا يخدم في الصحة هو طفل صغير يخدم في الصحة دكتور دكتور هو لا ودي طفل صغير انا دكتور بتاعك مستقبلي عند الحوش شمطلك للحوش يا حاش والله عندي قضيات للاولاد تلعب شيشين ولادك كانت تحبهم ما تطلعش من الحوش باش تفهموا باش حاج لو سمحت نسألك ما شفتش مرأة كبيرة خطمت من هنا اي ركبت مرأة كبيرة لابسة نظارة وركبت مع طفل صغير كبيرة امي هديك اي في طفل صغير مع في السيارة طفل صغير ايوه بيسوق السياره كيف ولد صغير ما فهمتكش طفل صغير وهو يسوق السياره انا مش عارف شنو مني الولد هذا اللي مشيت معاه جاء انا نزل من السياره ولبس تاع الكورونا هذاك قصدك الكمامه هذه الكمامه دكتور هو هذا لا طفل صغير دكتور اطفال طفل صغير قلت لها خليك في الحوش هي شن جايبها هنا بس تو بيرفعوها الحجر الصحي حتى انت نفس الشيء مش مداير كمامه ما عندكش معقم لا لا خلاص انت طول الحجر الصحي را مش قالوا هم شد حوشه باش تدير انت هنا رايح كان اقول واحد رايح مش عارفه الولده واحد مش عارفه وين ماشي خلاص كلكم طلعتوا اسمع هو جوجو جو وخر هيك جو يشوفوك يرفعوك دير هيك الوحدة على وجهك دير هيك أيوة راه يرفعوك زي ما رفعوها هي عندي هادي هكا البسي حطها أيوة هيك أحسن حتى لما تطلع في التلفزيون هيك أحسن أنا تلفزيون قناة 218 في الكاميرا خفية الكاميرا خفية إيه لا لا خليها 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 دير تحية الكاميرا خفية نسلم عليك على البعد نتبسم ونحييك اما السلام بالايد خطر علي عليك خليكم في حوشكم
السلام عليكم.